هذا هو العلم المصري يرفرف فوق بوابة ميناء رفح البري في الجانب المصري، ونحن هنا نقف في الجانب الفلسطيني من معبر رفح. هذه البوابة مغلقة منذ الهجوم الذي وقع في منطقة سيناء. الوضع في ميناء رفح كما نراه الآن حالة من الهدوء بعد إغلاق هذا المعبر، ليس هناك أي تنقلات، ليس هناك سماح للأفراد بالخروج أو الدخول إلى قطاع غزة. الوضع الأمني هنا أيضا يشهد حالة من الاستنفار بعد إعلان الحكومة في قطاع غزة التابعة لحركة حماس عن استنفار كافة أجهزتها الأمنية على طول خط الحدود الفاصل بين مصر وقطاع غزة. حكومة حماس أيضا أعلنت عن إغلاق كافة الأنفاق، أنفاق التهريب المؤدية بين مصر وقطاع غزة، تحسبا من تسلل العناصر التي قامت بتنفيذ هجمات سيناء وهروبها إلى قطاع غزة. صبيحة هذا اليوم ذهبنا إلى منطقة بوابة صلاح الدين. بوابة صلاح الدين هي البوابة المؤدية إلى منطقة الأنفاق جنوب رفح. هناك استنفار أمني كامل، هناك إعلان لاعتبار هذه المنطقة منطقة عسكرية أمنية مغلقة من قبل الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، لا يسمح لأحد بالدخول إليها أو الخروج منها، وبالتالي الوضع هناك حالة من الاستنفار. ولكن في الجانب المصري نحن شاهدنا حالة من الهدوء، لم نشهد أي مدرعات أو آليات عسكرية تتحرك في تلك الجهة، ولكن في الجانب الفلسطيني كان هناك تحرك لقوات من الأمن والشرطة التابعة لحكومة حماس.